لازم تفهم انت اللي عندك، انت اللي عندك المفتاح مش اي حد تاني طبعا. لازم تفهم في كل الظروف اللي احنا بنعيشها ديت وبالامكانيات اللي انت فيها لازم يبقى ليك تواجد، لازم تكون ليك بصمه طبعا. ما عنديش حجج وما عنديش مبررات لو انت عايز تضيع مستقبلك او تبقى واصل لحته يا احمد. انا بقول لك كده لان انا متاكد للمره دي رساله للمره الثانيه، انا عارف القدرات اللي عندك وعارف امكانياتك وانا بعزك جدا والله العظيم. فيعني ارجوك يعني عشان نفسك مش عشان حد تاني، عشان نفسك نفس الكلام ده.